أصدرت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي موقف حارس الفريق الكروي نور صبري من المشاركة في المباراة المقبلة في الدوري العراقي الممتاز. وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي هيثم عباس أن الحارس نور صبري تعرض مؤخرا لإصابة طفيفة في المباراة أمام نادي الحدود، لكنها لن تمنعه من المشاركة في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز أمام فريق الحسين. وتابع عباس أن الحارس دخل مرحلة الاستشفاء وسيكون جاهزا لخوض اللقاء المقبل في الدوري.